الشباب طبعا بعد اخر مشكله حصلت كلنا ناويين، ما قدمناش غير حل واحد بس ان احنا نكمل لحد ما نجيب للناس دي حقها. احنا ناس مش غلطانه، احنا ناس على حق وربنا عالم بنيتنا. احنا اليومين اللي فاتوا في شبه محاولات جايه من كذا طريقه ان احنا نفض الاعتصام. معنى ان هو عايز منك ان انت تفض الاعتصام، ده معناه ان هو عارف ان انت على حق وعارف ان انت ماشي صح، والاعتصام ده معناه ان هو عامل له خرم في دماغه. يوم في اعتصام وكده وعادي، فاحنا كنا لازم نعمل خطوه جاده عشان برضو الناس تعرف ان احنا مش نايمين او ان احنا خلاص كده في اعتصام ده. المهم النهارده جينا الساعه 2 على النادي اتجمعنا، قلنا لازم نعمل خطوه جاده مش حق الناس دي. يعني كنا مظبطين من الساعة 2 للساعة 4 ساعتين على معايير كوبري اكتوبر، بس يعني كده اديك انت شفت الزحمة والناس وكده، فقعدنا بالظبط ربع ساعة شايلين البلد. كمان النقطة كويسة النهاردة ان احنا كان في 12 محافظة معانا، اسكندرية، بالسويس، المحلة، بنها، كذا محافظة، نفس التوقيت اتحركوا معانا برضو قطعوا كذا طريق. يا رب يا رب يا رب يا رب هنعلمهم الادب هنعلمهم الادب. احنا لسه في عندنا كذا نقطه والتصعيد اشكال. احنا في 5 دقايق قلبنا البلد في تصعيد على ايه؟ كوبري اكتوبر. فان شاء الله اللي جاي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله هتبقى حاجه كبيره. فيا ريت الناس اللي هي في ايديها الحوار والقضيه وكل حاجه تحاول تنجز علشان احنا يعني هو زعلنا وحش وغضبنا وحش. منا يا حكومه.